استماو البرد نجيب الكارتون نتغطى به والعساس يعس معايا ويحدي ويفوتوا دوك الهباله يفوتوا شي مشمتاره وشي مصيبه. السلام عليكم، معكم يانيس ودريس. بزاف منكم تقدروا تكونوا ما كتعرفوناش، ولكن ما حنا كنقدموا واحد المحتوى ديال لا كوميدي. كنخلقوا فيديوهات ديال الترفيه، كنديروا فيديوهات ديال الضحك. بزاف منكم كيسولوني شكون هو دريس وشكون هو يانيس. دريس هو واحد الانسان اللي بغيت اليوم نحكي لكم القصه ديالي، حيت بزاف منكم ما كيعرفوش. كيقولوا لي واش جدك واش باباك واش خالك. اليوم ان شاء الله غادي تعرفوا كاع الاستوار ديال دريس وكي درت تعرفت على دريس. الاستاذ العربيه التلامذ ديالنا من الرياضه والاناشيد وهذا جا عيط لعجلنا الحفله هذيك هي بطلت شهور 77 نض الاضراب. قلت انا ما عنديش الاضراب، انا راني عاده مثلا ما مرسم. قال لك والو المدير ديال درنا اضراب وجرو علينا. انا كنت عايش في دارنا، دازت ايام باعوا الدار عطوني 6 ملايين خليتها عند اختي قطعتين 40,000 في الشهر. قلت كاري عندها الناس هذا صاحبي يحيى كاري كاري. تباعت الدار عطوني 6 مليون. هذيك ايام مشيت كريت عند داك صاحبي كريت عنده ب 40,000 فرنك فوندون كاترو الفلوس كملوا. ضربت عاوتاني واحد 4 سنين كمل الفلوس كملوا. فين غادي نمشي؟ مشيت لدار العجازه بقاو يديروا داروا لي حريره. قلنا لهم سيدو لنا. قال لك اسيدي ما نزيدوش غادي غادي غترميوها انتم واش هاد الخدمه ديالكم. قال لك اسيدي بالسلامه زرعوا عليك. واه مشيت خرجت من تما بقيت نبات في قيساريه كيبات في واحد الحي يعني واحد البلاصه كيبيعوا فيها قدام واحد فندق بولويز ولا شتو كيبيعوا فيها يعني الكساوي والصبابات سوق صباط نقولوا الملاح. قلت نعس تما والبرد نجيب الكارتون نتغطى به والعساس يعس معايا ويحدي ويفوتوا دوك الهباله يفوتوا شي مشمكاره وشي مصيبه. خطر ندابز مع هذا خطر نحدي هذا. شي واحد بغى يجي يدير كارتون دابزت معاه عاد شويه هبيل ولا يعاونك ضربته روح بعيني من هنا. وجا العساس ثاني جرب وراه جاب الكروسه بغى يدير الكارتون. كانوا واحد تما نسخر له يقول لك بغى يدابز معايا اعطيني ما اعطيني. كان كيفتشو شنو يعطيني الفلوس شري لها الدخان نسخر له يقول له اعطيني الفلوس على حساب الهضره ديالو. كيقول له باش تبات في هذه البلاصه خلص عنده ما كنمشي عنده راني ساكن في ديك القيصريه نمشي عنده بالنهار مع جوج تاع النهار اربعه يجيب لي الغدا عاود يجيب لي العشاء. دريس على حسب يعني هو كيجيني شويه من لافامي ولكن ما بعيد. الطريقه باش بقى كيجي عندي كان كيجي عند الوالد ديالي كان كيجي عنده وانا كنت كنشوف فيه كان عارف هذا السيد باللي الهضره ديالو هو خمس كان عايش في واحد الحاجه يعني واحد البلاصه واحد القهره واحد كيبات برا كتحس به باللي واحد الانسان كيضحكك يعني واخا هذا الشيء كامل حمد الله يعني كيقول الحمد لله وضاحك وفرحان يقدر يضحكك غير بالبساطه ديالو. حتى واحد النهار بقى كيعاود لي كيقول لي انا يانيس ولدي انا كنبات غير برا انا كنت عارف باللي ما عندوش ولكن ما قضيت برا انا ما كنتش عارفها ما كنتش مدخله لعقلي. بقى كيقول لي كنبات غير برا. في الوقت اللي جات جا كوفيد يعني كلشي بالله ما بقاش يعني حتى واحد ما كيدور في الزنقه. دريس ما بقاش يعني ما بقيتش كنشوفه ما بقاش كنتكونتاكت مع داك الانسان اللي كان كيدخل لي الفرحه واحد النهار في حياتي. يعني حتى انايا كانوا عندي واحد الناس كنت كنحاول ندخل لهم الفرحه يعني هو اللي كان كيعاوني بزاف ما لقيتوش. كلشي بالله ما عندوش باش غادي ياكل. درت شي حاجه في لاموطو ديالي وقلعتها باش نمشي نشوف. كانت بدات كتظلم. انا وصلت للبلاصه اللي فيها دريس انا كان كيصحاب لي المعاناه ديالي يعني غير كيهضر. منين وقفت عليه لقيته فريمون مسكين مفرش في الارض واحد الحاله يورث عليها مفرش في الارض واقفين عليه كيديو له فلوسه وهو كيبكي يعني واحد الطريقه. في ديك اللحظه جبته قلت له دريس اجي عندي. صونيت لما هو يقول لك شنو قلت لهم. انا ملي ما بتش هنا دريس راه انا غادي نبات برا. في ديك اللحظه هضرت مع ماما وبابا قلت لهم دريس راه ما يمكنش خصو يبات معانا خصو صافي يدخل لعائلتنا حيت ما يمكنش. صافي ديك اللحظه الوالد ديالي قرر قال لي صافي جيبه راه دابا واحد منا. جا من ديك المحيط اللي كان فيه حتى لواحد المحيط اخر واحد الحاجه اللي كانت صعيبه واغريسيف بزاف. يعني واحد الانسان اللي مولف في الزنقه راه امبوسيبل غادي تقول له دريس جلس هنا
امبوسيبل غادي تقول له ادريس لبست واحد الكسوه زوينه وغادي نمشيو بلا موطو ندور، يقول لك لا راه هو واخا ديك الحياه راه كتعجبو وديك الحياه زوينه وكتعجبو بزاف راه امبوسيبل غادي يدير بها. بقينا معاه نهار على نهار كنحاولوا نبروبوزيو عليه شي حوايج اللي هما زوينين صافي. بقينا معاه واخا كانوا بزاف ديال العراقيل، يعني ادريس ما ديرش هذه يديرها. كنت الحياه تاعي توطفي تبدلت ولات لي فشكال اخر بما سون بيان على ذاك الشيء تهنيت من المشاكل من الزنقه من البرد الوسخ وبقيت الناس عندهم هذا تسمى بلا فامي. هذا جات البريود ديال كورونا ربي سبحانه وتعالى بغى داك الشيء يوقع، ضربت ايامات دريس ولينا كنديروا فيديوهات تشهر، يعني واحد الحب بزاف كتلقى بزاف ديال الحب ديال الناس كيبغيوكم حيت كتعطي داك الشيء من قلبك. الطريقه باش بدا معايا في اول فيديو يعني الناس اكتشفت داك السيد داك دريس اللي الناس دابا كامله ولات كتبغيه كان مات الجد ديالي رحمه الله ودريس يعني هو خاله، وكان دريس معاه في الدار وقلت له راه الجد ديالي توفى تخلى مشيت للموت مشينا للموت هكا. انا بطبعي كندير ستوري، جيت ندير ستوري باش نقول للناس سمحوا لي راه اليوم عندي الوفاه ديال الجد ديالي. طلع في الوجه ديالي الفلتر ديال البنت رقب قالها تزوجي انتيا. داك الفيديو دار البوز، الناس كاع بقاو عليا شكون هذاك السيد، بين معاك داك السيد كان بغيوه عفواني بزاف صافي. الناس كاع ولات كتبغيه وربي سهل وصافي هادشي الشيء الاخر كاع الناس راه كتعرفه. والحاجه الوحيده اللي بغيت نقول لك انت اللي كتشوف هذا الفيديو، ارحم من في الارض يرحمك من في السماء.